بلدنا معظمه أراضي صحراوية، بس الله رزقنا بشوية شجر حتى نتمتع فيه ونتمتع بالمناظر الخلابة. ومع هيك إيد الإنسان طالته وعم بيقصوا الشجر وعم بيصير فيه توسع عمراني. خلينا نشوف هالتقرير حول قطع الشجر مقابل بيعه للتدفئة. على بعد 70 كيلومتر إلى الشمال من العاصمة عمان، لطالما ازدهرت الحياة البرية في هذه المنطقة، ولكنها بدأت تسوء في هذه الأيام رغم كل الجهود المتنامية لحمايتها والحفاظ عليها. يعتبر لواء الكرة أكثر مناطق المملكة تنوعاً في التضاريس والمناخ رغم صغر مساحته الجغرافية، حيث المنطقة ذات مظهر جبلي وامتداد لواء من الشمال إلى الجنوب بمحاذاة حفرة الانهدام، كما تجد في هذا اللواء مناطق تنخفض عن سطح البحر إلى أقل من 60 متر في منطقة سرطبة، ومناطق ترتفع عن سطح البحر إلى 850 في رأس برقش. ولكن هذه الأشجار تتعرض الآن للقلع والقطع على يد بعض الحطابين لأسباب عدة. وقطع الأشجار هذا من أسبابه عدم وعي بعض الأشخاص إلى أهمية الغابات والأشجار، وإلى سبب إلى طلب التدفئة، وكذلك طلب على الأخشاب. ونزيد على هذه الأسباب ارتفاع أسعار النفط وعدم قدرة بعض المواطنين على استخدامه في التدفئة، مما يضطرهم إلى قطع هذه الأشجار واستخدامها كبديل للنفط في هذا المجال. ولعل ارتفاع أسعار الأعلاف وانخفاض جودتها هو أيضا ما يضطر بعض الرعاة هنا إلى الرعي بين الأشجار، والذي يكون جائرا في كثير من الأحيان. بقي علينا أن نتساءل، هل على الجهات المسؤولة أن تقوم بواجبها في حماية هذه الثروة الوطنية لتتمتع بها الأجيال القادمة، أم أن عليها أن تغض الطرف عما يجري تعاطفا مع الأحوال الصعبة التي يمر بها بعض مواطنينا؟